مرحبا بكم، ازيكم؟ تنبيه، في مدرسة للشباب من 15 16 ل 35 ايام من 6 ل 9 الشهر اللي جاي، من 6 ل 9 يروحوا يعني خميس جمعة ونرجعوا الاثنين الصبح بدري، فاللي عنده شغل او اللي عنده اي دراسة او حاجة الاثنين هيبقى في الدراسة بتاعته. فهي من 6 ل 9 هي تبع الخدمة، خدام متنوعين من جوه الخدمة ومن بره الخدمة كمان لأنها مدرسة، فهيبقى في اجتماعات كتيرة وهيبقى في خدام من كذا حتة من بره الخدمة كمان ومن جوه الخدمة متنوعين، أنا هكون موجود ممكن مرة أو مرتين بس. أمين. فدي مدرسة للشباب من 6، تذكروا من 6 ل 9 الحقيقة، يعني 10 ده ممكن تبقى في شغلك أو في كليتك أو في أي حاجة. أمين. إزيكم؟ نص الورق اللي بيجي لي شهادات، فرب صالح لأنه من وقت المؤتمر في كم شفاءات أو شهادات كتيرة تحمل مش بس بعد شفاء الجسد، وإن كان المشاركة اللي هشارك يعني هشارك بها النهاردة لها علاقة بشفاء الجسد، لكن لسه جاية لي مشاركات لحاجات بتحصل في مناطق في أحياء، فالقصة مش بس حد بيحصل معه حاجة لكن الحي بيحصل معه حاجة. فاكرين في المؤتمر حكينا عن كده، فالحي بيحصل فيه حاجة، دي حاجة كويسة برضو. أنا لقطت أختي اللي ابتدت تسقف، في الأغلب هي اللي بعتلي الورقة مش هي مش أنت. بصوا، ملكوت ربنا له تأثير، ملكوت ربنا له تأثير، مدام الملك في مجلسه في ريحة بتطلع تفوح ناردين رائحته. الحضور الإلهي مش حاجة طايرة في الهواء، مش إحاسيس ملهاش معنى ملهاش قيمة. في أماكن فوق، في أماكن فوق، اللي عايز الواقف تحت، في متهيألي أكتر من مكان فوق اللي يحب يطلع. بس هعمل الحضور الإلهي كافي جدا أنه يصنع أكثر ما نطلب أو نفتكر. والحضور بيعني الملكوت. الحضور مش ربنا الحاضر في كل حتة في كل مكان، لا، الحضور هو المرتبط بإناء موجود ويعلن الملك في على حياته وبيعيش حياته في محورية الحضور الإلهي، مش في الاجتماعات بس بتذكر. عشان كده الملكوت أو الحضور أو كل هذه التعبيرات، السماء المفتوحة، مش موضوعات وعظية اجتماعية، لكن هي موضوع حياة بتعيش تحت ظلها، بتسكن فيها، بتستظل بيها. ولما ربي يلاقي أشخاص زي كده قلبهم مستخبي في الحضور الإلهي، بيبتدي يتحرك لير ورا لير، طبقة ورا طبقة ورا طبقة في حياتهم. ممكن ما يحصلش بسرعة، ممكن ما يحصلش كل حاجة بسرعة في نفس الوقت، لكن بسبب الحضور الإلهي على حياتك، الحضور ده بيشيل بقع وبيرفع طبقة وراء طبقة وراء طبقة من النعمة، من الحضور، من المجد، من الاختراقة، لأنه أجواء الملكوت أجواء اختراقات مش دوران. بولس الرسول لما بعت لرسالة كولونسوس الثانية مش الأولى قال لهم ملكوت السماوات مش كلام، وكنيسة كنيسة كورنثوس الثانية أو يعني كنيسة كورنثوس في الرسالة الثانية كانت أفضل من حالة في الكنيسة الأولى. بس في خطورة إنك تتصور بسبب اختبارات أو بسبب إن مش كل حاجة بتحصل في نفس الوقت إنه كلام. بس ملكوت الرب مش كلام لكن قوة، مش لأن الكلام حاجة لكن لأن الكلام جاي من حضور. الرب كان بيتكلم من النار في العهد القديم، ما كانش بيتكلم من الهوى، ما كانش بيتكلم. رب لما بيكلمك النهاردة بيتكلم من النار، هنحكي بعد دقايق، بس الصوت هو جاي من حضور، واللي بيخلي الصوت يحصل هو الحضور المستمر في حياتك. احنا مش بناخد الصوت ونجري، الصوت مربوط بالقائل، القول مربوط بالقائل، والقائل حضوره هو اللي بيخلي القول يتحقق
أو في ضمان لتحقيق القول، لأن في حضور إلهي لتحقيق الصوت. الصوت كان بيخرج من النار. لما تبص كده وتقرأ كده في العهد القديم في مع موسى في الحضور الإلهي، يقول لك كان الناس بتسمع الصوت خارج من بين الكروبيم أول ما موسى يخش قدام تابوت العهد، فكان في صوت خارج من النار. فالصوت مربوط بالحضور، وتحقيق الصوت في حياتك مربوط بالحضور الإلهي في حياتك. عشان كده حياة الشخص اللي مرتبطة بالحضور الإلهي اللي مستخبية في الحضور في نتائج. أنا كل ده مربوط بالشهادة اللي أنا مش هقراها على تأثير ملكوت الرب في حي، لمجرد أن شخص هو بيمشي في الحي ده في المنطقة بتاعته في تحديات معينة، بس هو قرر هيعمل إيه؟ ما هو لازم يمشي في، هو فتاة بتمشي في منطقة معينة والحي ده فيه انطباعات معينة، مشاكل معينة، تحديات معينة، مخاطر معينة، وحاجات بتحصل في البيوت معينة. بس الشخص ده لازم يروح البيت بالليل بعد ما يخلص اجتماعات مثلا، فهو بيحمل الحضور الإلهي في المنطقة في الحي، والنتيجة تحصل بعد يوم اثنين ثلاثة، بعد مرحلة مش مذكور في الشهادة بعد قد ايه حصل، بس فجأة الحي حصل فيه حاجة متغيرة. الملكوت كده، الملكوت مش بس بيأثر على اجتماعات زي كده في القاعة زي كده، هو كلام وإيمان وبتحصل معجزات، لا مش كده زي ما هقرأ لك الشهادة اللي هقراها. لكن القصة ان الملكوت مش بس جوه أربع جدران، أربع جدران تبقى مجرد عمل روحي، لكن الملكوت بتاخده بسبب العمل الروحي، بسبب التواجد في حضور ربنا، تتحرك بيه تحت هذه المظلة، وتحت المظلة دي في حاجة بتحصل ولازم تحصل في المجتمع بتاعنا، تحصل في مناطق، تحصل في أحداث، تحصل على الجيران، تحصل على حاجات محيطة بيك. بس اعرف ان الحضور ده طبقة وراء طبقة بتنسكب على حياتك وبيزداد، وكل ما بيزداد سكناك في الحضور بيزداد مجد الحضور وتقل الحضور. هقرأ لكم شهادة هي طويلة بس هقرأ جزء صغير منها. زي ما يكون حصل حادثة، في حادثة حصلت يعني، وده أدى إلى أوتار وأعصاب متقطعة في أو فيها حاجة في أصابع الإيد. من يوم هقرأ لكم التاريخ بس، من يوم 28/8/2004 2000 وكام، واستمر القصة دي بالأوتار بالأعصاب بالألم لغاية يوم السبت 11/10/2014 2000 وكام، أول 2000 كانت كام و2000 وكام، يعني 10 سنين وشوية، 28/8/2004 11/10/2014 بس كده خلاص. لأنه ده في 11/10 ده كنا في المؤتمر، كان في وقت صلاة للشفاء بدون وضع يد، صدقت جدا جدا أن الرب مقام في داخلي. فاكرين كنا بنحكي، لمسني وشفاني، شفيت بالتمام، ذهبت للمنزل أثني في صباعي، أثني في صباعي وأمسك الأشياء، الرب شفاني له كل المجد. ده خبر كويس، ده خبر كويس، أخبار سارة. الإنجيل أخبار سارة. تعالوا نقرأ آيات من سفر النشيد. نشيل الأنشاد صح 2 عدد 3. كالتفاح بين شجر الوار، كالتفاح بين شجر الوار، كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظل اشتهيت أن أجلس، ثمرته حلوة لحلقي. كالتفاح بين شجر الوار، هكذا حبيبي بين البنين، تحت ظل اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. أدخلني إلى بيت الخمر، علمه فوقي محبة، سندوني بأقراص الذبيب، انعشوني بالتفاح، فإني مريضة حبا أو عطشانة لحب. شماله تحت رأسي، يمينه تعانقني، وحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء بأيائل الحقول، ألا تيقظن
ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. أمين. رسائل صغيرة جدا النهاردة، مربوطين ببعض بس هم رسائل صغيرة. الحياة تحت الظل الإلهي حياة إمكانياتها مختلفة تماما عن الحياة العادية بالإيمان العادي، بالحركة الروحية العادية اللي فيها بحضر كنيسة، بحضر اجتماع، وبشتغل حياتي وبحاول أعيش مع الرب. مستوى الحياة تحت المظلة الإلهية مختلف تماما. تحت ظله اشتهيت أن أجلس، بس العروس مش بتشتهي أن تجلس فقط في بعض الأحيان، ده بتخش للحتة اللي فيها العهد، إني مريضة حبا، فبتخش الحتة اللي فيها علم محبة، وعلم المحبة ده علم عهد، علم أمانة، علم جود الرب، علم صلاح الرب، والعلم بيعلن عهد، بيعلن ملكية، بيعلن انتصار صاحب هذا العلم علمه، عشان كده هو علمه هو مش علمي أنا، علمه فوقي. تحت مظلة العلم وتحت مظلة الحبيب، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وعلمه فوقي علم محبة، علم عهد، علم أمانة. في المشهد ده، المشهد ده مش موقف، المشهد ده مش حدث بيحصل في اجتماع، المشهد ده لما تروح النهاردة بالليل قبل ما تنام، المشهد ده وانت في المواصلة للشغل، المشهد ده نوعية حياتك. العروس في العهد القديم بتتنبأ عن مستوى العلاقة ما بينك وما بينه في العهد الجديد، على المكان اللي اتفتح، لأن يسوع قال الابن الذي من حضن الآب. فاكرين يوحنا قال كده عن يسوع، يعني في يوحنا واحد، الابن الذي فين؟ في حضن الآب، هو خبر. إذن الحضن اللي هي بتحكي عنه العروس للعريس، ده العريس اللي جاي من حضن الآب، وبإدراك العهد الجديد فهو حضن الله، هو المكان اللي فيه أنت بتستخبى في مظلة، في ظل من الحضور، تحت ظله اشتهيت أن أجلس. والنتيجة، في نتيجة للاختباء ده، في ثمرة حلوة لحلقي. دائما الحضور بيحمل شيء في حياتك، بس الحضور مش جلا جلا، الحضور مش أنك حضرت اجتماع أو سمعت عظة أو عندك معلومة في ذهنك وأنت مصدقها ببساطة. حياة روحية، حياة في النار، حياة عميقة، حياة في قدس الأقداس بتاعك، وقدس الأقداس ده ما بيقفلش، أنت بتنشغل عنه بس هو ما بيقفلش، وكل حين ومين بيبقى عايز ينغزك، يقولك تعالى جوه، لأن لو بتشتهي مريضة حبا، لو أنت مشتاق ده ده, ده 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 الحتة اللي فيها مفيش حاجة فيك هتشبع إلا في هذا الحب، لاني مريضه حبا، انعشوني بالحضور ده، بالنتيجه، بالثمر، لان تحت ظله اشتهيت ان اجلس، وفي المظله دي في ثمر باكله، ثمرته حلوه لحلقي، ففي نتيجه. النتائج اللي انت وانا بنشتاقها في حياتنا الروحيه مش جايه ان احنا بنسمع عظات، العظه لو بتجدد ذهنك ده رائع، بس العظه لازم تاخدك لنمط حياه او لايف ستايل في حياتك عبارة عن سكنة تحت هذا العلم، تحت هذه المظلة اللي اسمها محبة، اللي اسمها عهد، اللي اسمها نعمة. تحت هذه المظلة في نتائج للحضور، في نتائج للصوت. هنخش على الصوت حالا، أنا بقول لنفسي ما سبقش نفسي. تواجدي اللي بيأتي قدام الرب ويسمع صوت أو يستخبى في حضور ربنا، محتاج أكون حكيم في التعامل مع حضور ربنا، محتاج انك تكون تلقطها ازاي. في مستوى من الحضور في اوضتك ويجب ان يزداد، الف ذراع بيزداد. في مستوى الحضور في الاجتماع اعلى من مستوى حضور الاوضه، ليه؟ لانه في شعب قاعد، ففي مجتمع ايماني، الواحد بالف الاثنين بايه؟ بربوه. حلو قوي. ففي مستوى بس محتاج يعلى. لو انت حكيم بتعطش وبتدرك فين المستوى الروحي او الميه واصله لفين في اوضتك، وتقوم عطشان لأنك عايز تحت المظلة دي تعيش. القصة مش أنك بتحضر اجتماع وبتصلي في بعض أحيان في البيت، القصة حضور مستمر. أنت الخيمة، فاكرين الخيمة في العهد القديم؟ الخيمة ده كان فيها تابوت العهد، الحضور الإلهي، وشعب يتحرك قدامها وشعب يتحرك وراها. تعرف النهاردة، النهاردة أنت مين في دولة؟ أنت الشعب ولا أنت الخيمة؟ أنت الخيمة.
سلام. كان في أصباط بتتحرك، ست أصباط بتحركوا ثلاث أصباط، أنا آسف، ثلاث أصباط بتحركوا قدام، أصباط على اليمين وعن الشمال، ثلاثة لورا، وتابوت العهد في الوسط، والخيمة متحركة في الوسط. النهاردة في العهد الجديد أنت مش متحرك حوالين الحضور الإلهي، ده أنت الخيمة، ورب يملى الخيمة بتاعتك من جوه، وعايز يغطيها بسحاب والنار من فوق. محتاج ترى المشهد ده عنك وعنك. فانت مش ماشي حوالين الحضور، بتتعامل على مستوى العهد القديم مع الحضور الالهي. هو بقف قدام ربنا، وباجي الاجتماع بقف قدام ربنا، بحس بحضور ربنا قوي قوي، وبقى بروح البيت بنشغل بقى، بس انا بحب ربنا، انا بنت ربنا، ابن رب، وبقف قدامه لما اقدر اقف. انا مش بتكلم على اعمال ناموس تعملها انك تاخد خلوتك، انا مش بتكلم على الخلوه. الخلوه حاجه مهمه جدا، انك تفتح كتاب مقدس وتركع جنب سريرك وتقرا ورب يكلمك من اسفار، ده 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 اساسي. انا بتكلم عن حاجه ثانيه اسمها انك ادراك الحضور الالهي اللي ما بيقفلش على حياتك، لان الخيمه هي انت. ده مش الخلوه، ده وانت في الشغل، وانت بتربي عيالك، وانت بتطبخي، وانت راح تشتري الاكل لمراتك، وانت الخيمة هو أنت. ولو أدركت أن الخيمة هو أنت وده المسكن، فاكرين يا مسكن البر، عهد قديم بتنبأ عن إيه؟ عن مسكن الرب، لأن ده مسكن الرب بين الناس، هو أنت لغاية لما يأتي. أنتم هيكل الله، روح الله ساكن فيكم. فالحضور ما هوش، أو إدراك الحضور والعطش للحضور ما هوش حاجة بتروح وتيجي في حياتك، هو نفس أنفنا، هو الوجود، به نحيا ونتحرك. عجباني قوي الكلمة الأخيرة دي، ونوجد، به نوجد، يعني برائي لا نوجد. حلو المعنى، براك لا أوجد، برا حضورك مفيش وجود، برا حضورك عدم، برا حضورك طبيعي أي حاجة تحصل، برا حضورك مفيش طاقة، في حضورك في طاقة. حد في حد هنا مفتقد الطاقة؟ حاسس إنه منهك؟ خمسة رفعوا أيديهم بس أمين. دول كان عندهم طاقة يرفعوا أيديهم، والباقيين ما رفعوش أيديهم، مش عشان ما عندهمش الطاقة إنهم يرفعوا أيديهم أصلا. أنا ما عنديش طاقة. به نوجد، أنا في حضوره، هو طاقة حياتك، هو الحياة، هو القيامة، هو طاقة كل حاجة. كتير بيقولوا لي في الزمن مش قادر أعمل حاجة، مش قادر، هو الطاقة. هقول لكم حاجة، غياب الطاقة عن حياتي كتير بيبقى أحد أسبابه غياب إدراكي للحضور المستمر على حياتي. أول ما برجع للحضور بجد الطاقة بترجع. وفي أسباب تانية، بس أنا محتاج إنك تدرك إنه به نوجد، به نتحرك، به نحيا، بس به نوجد، لأن براء لا نوجد. تحت ظله اشتهيت أن أجلس، فأدخلني إلى العهد. في نتيجة للجلوس تحت الظل ده، فثمرة حلوة لحلقي، علمه فوقي محبة، في سندات بالإنعاش لأني عطشان للمحبة. والعروس تقوم قايلة المشهد ده بتاع الحضن، شماله تحت رأسي، يمينه تعانقني، ما تحركوش المشهد ده، أحلفكن يا بنات إسرائيل، ألا توقظن الحبيب، ما تحركوش المشهد ده، لأن تحت المظلة دي كل حاجة بتحصل. العدو والقوة النفسية، في قوة نفسانية شغالة الأيام دي، والقوة النفسانية بتأثر علينا، لأن إحنا فينا نفس، والنفسية بتاعتنا لما تتفاعل مع القوة النفسانية اللي شغالة، يعني قوة نفسانية، يعني قوة خوف، يعني قوة انزعاج، يعني قوة اعمل حاجة ما تعملش حاجة، مش عارف ايه، لازم، مش عارف ايه، في فرق، عارفين فرق دي؟ حاجة بتفرق، ولأن في قوة بتفرق حواليك، في رد فعل للنفس بتاعتنا انها عايزة تفرق كمان، لازم تعمل حاجة. هذه القوة بتخرجك بره المكان بتاع استقبال اللي انت عايزه، لان الاستقبال اللي انت عايزه كفطيم نحو امي، سكت وهدأت نفسي كفطيم نحو امي، زي ما العروس هنا بتقول احلف كنا الا توقظنا الحبيب،
حتى يشاء، لأن علمه العهد، علمه الدم، علمه النصرة، علمه المحبة، علمه شخصية الرب وصلاح الرب، علمه فوقي ملآن حب، فبأكل في ثمرة، فبأنتعش لأني عطشانة حبا. ففي حاجة بتحصل وأنا سكنة في الحضور الإلهي تحت هذه المظلة، مظلة الملكوت مختلفة تماما عن حياة روحية عشوائية مش عارف أوصفها بي. خليني أقرأ لك آية تانية من مرقس، جيل مرقس عهد جديد، مرقس 4 يشبه ملكوت السماوات، من أمثال الملكوت في إنجيل مرقس صح 4، بماذا نشبه ملكوت الله أو بأي مثل نمثله؟ مثل حبة خردل، عدد 30، مرقس 34، بماذا نشبه ملكوت الله أو بأي مثل نمثله؟ حبة خردل متى زرعت في الأرض هي أصغر جميع البذور التي على الأرض. كتير بترى البذرة المرمية في حياتك بذرة صغيرة، كتير آخرين يقولوا حواليك إن حصل معهم حاجة كبيرة حاجة كبيرة حاجة كبيرة، وإنت مش حاسس نفس الحجم ده حصل معاك إنت، فتحس إن البذرة اللي وقعت فيك صغيرة. بس رب عمره ما بيتعامل بالحجم، رب بيتعامل أنا بستقبل الحجم حتى لو صغير إزاي. هل أنا بستهين بالأمور الصغيرة؟ ممكن ناس تاخد حاجات كبيرة قوي وتفرح بيها على السطح، ده مثل الزارع يشبه ملكوت السماوات، زارع خرج ليزرع. فممكن ناس تستقبل حاجات كبيرة قوي لكن بتحطها على السطح بعد شوية بتفقدها، وممكن حد ياخد بذرة صغيرة جدا. اوعى انك تقارن البذرة او احاسيسك باللي انت استقبلته من الرب مع اخرين بيشهدوا عن حاجة كبيرة. البذرة الصغيرة اللي بتاخدها وبتقع في قلبك بس بتحطها في الحضور الإلهي، هذه البذرة تصير أكبر من جميع البقول، تصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى. فين؟ تحت إيه؟ عدد 32، متى زرعت تطلع وتصير أكبر جميع البقول، تصنع أغصانا كبيرة، تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها. تحت ظله اشتهيت أن أجلس، في ظل لأجواء الملكوت يشبه ملكوت السماوات. أصغر جميع البقول بس بيترمي في الأرض. لما تقرأ كده في إنجيل مرقس برضو قبليها، أقرأها لك طيب، عدد 26، هكذا ملكوت الله. حلو قوي أمثال الملكوت لأنها بتقول لك عن فيها مفاتيح عن ديناميكيات الملكوت بالحركة إزاي، مختلفة تماماً عن الديناميكيات بتاعت أعمال الجسد. هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض، ينام ويقوم ليل ونهار، البذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، نبات سنبلا قمحا ملآن في السنبل. بصوا المعنى، المعنى اللي بيركز عليه يسوع في المثل هنا، إنك لو استقبلت الملكوت وعشت في الحضور النتيجة مؤكدة، ينام ويقوم والأرض من ذاتها تأتي بثمر. تحت ظل، ده مثل، المثل اللي وراه هو حبة الخردل اللي ما بتقع في الأرض وهي أصغر جميع البقول تصير شجرة عظيمة جدا، تحت ظلها تتآوى حاجات كتير قوي. اربط الاثنين ببعض، فالحاجة اللي كبرت قوي وتحت ظلها بتتآوى جميع طيور السماء تحت ظله اشتهيت أن أجلس، الحاجة الصغيرة دي بتطلع لوحدها لو أنت حطيتها في أجواء الحضور الإلهي، تحت ظله اشتهيت أن أجلس. وبالتالي ده حينقلني للصوت، لأن الصوت اللي أنت بتستقبله من الرب أو كل حاجة بتستقبلها من الرب هي مربوطة بالتواجد مع قائل هذا الصوت، مع الحضور اللي حاصل في حياتك. كلكم عارفين ده اختبارنا كلنا، لو انت امين، لو انت مش امين وناسي، انا ده اختباري انا. ياما اخذنا وعود في بعض احيان وما حصلتش، ليه؟ لان خدت الوعد، عجبني الوعد، الوعد اللي شاهد كتابي، فالوعد اقدر اقف بيه، وقفت بيه، صليت بيه مره واثنين وثلاثه وعشره يمكن. بس أنا باخد الوعد وبقوله في الأجواء وبخرج برا الحضور وبعيش عادي. الرب مش على مزاجه، سوري، مش على مزاجي أنا بيحقق الوعد في المعاد بتاعي أنا.
رب عايز يحقق الوعد في بعض أحيان في أوقات أنا في العادي مشغول بيها، مشغول عنه فيها. سكناية في الحضور هو سكناية مع قائل الوعد في حياتي، اللي في أي لحظة هو قرر أنه يحقق الوعد في حياتي، والوعد يقع في أرضي وأكل من الثمرة بتاعته، لأني تحت المظلة أنا موجود، فما بفقدش زمان تحقيق الوعد في حياتي. أنا مشغول، لو أنت حضرت المؤتمر أنا مشغول جدا بنتائج الصلاة في حياة المؤمنين في هذا الزمن، عشان كده كان عنوان المؤتمر أرض جديدة وسماء جديدة، سماء جديدة وأرض جديدة، لأنه جاء الوقت أنه المسافة ما بين صلاتك والاستجابة لازم تقصر 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 تقصر. جاء الوقت أنه المسافة ما بين صوتك وتحقيق الاستجابة لازم يقصر. نقطة جانبية ونحطها على جنب لأنه مش موضوعنا عن النبوة وعن الأنبياء. مين كان بيعمل معجزات شفاء في العهد القديم؟ الإجابة واضحة طبعا لأنه لسه قايل. الوحيدين كانوا بيعملوا معجزات شفاء في العهد القديم الأنبياء. فكر ليه؟ طبعا باينة برضو من اللي بقوله، لأن في صوت، بس مش لأن في صوت، لأن في حضور. بالمناسبة الأنبياء الذين لا تحدث معهم آيات وعجائب أنا بحط عليهم علامة استفهام، لأن لو في نبوة بدون آيات وعجائب بتشمل شفاءات وبتشمل حاجات كتيرة بتحصل، في حاجة غلط، لأنه الأنبياء لازم يحصل معهم آيات وعجائب. في معجزات شفاء دي قصة تانية، في مواهب شفاء دي قصة تانية، بس أنا بتكلم مع الأنبياء يجب أن يحدث آيات وعجائب برضو. ليه؟ لأنه مع النبوة في صوت خارج، والصوت ده مليان شفاء دايما. دي نقطة جانبية أنا آسف إن دخلت فيها، بس نرجع لها تاني. نروح لآية. طيب سفر الخروج، أنا دخلت على المشاركة الثانية كده، خروج 24. إدراكك أنك مش الشعب اللي ماشي ورا حضور، لكن أنك أنت الخيمة اللي فيها الحضور، إدراك محتاج أنه يبقى ساكن فيك وانت ساكن فيه، تحت ظله اشتهيت ان اجلس، الملكوت ده تحت ظله انا بعيش، ده بينمو في حياتي، مش بستصغر البذره الصغيره اللي تترمي. كتير ناس واقعه تحت هذه اللعنه اسمها مقارنه، يسمع عن حد حصل معاه اختبار حلو وانا بحس ان اختباراته هو صغيره، فيعمل مقارنه، انا البذره اللي في حياتي صغيره قوي. اول ما يدرك ان البذره جواه صغيره بيستهين بيها، برغم ان البذره الصغيره اللي فيها حضور الهي حبه خردل بتصنع شجره عظيمه جدا، برغم انك انت استصغرتها. طب اعمل ايه؟ البذره الصغيره دي حطها في الحضور الالهي بس. يقول لك كبذره بترمي في الارض، الزرع بحطها في الارض بس ببساطه، بس هي في الحضور الالهي ينام ويقوم، والارض من ذاتها تاتي بثمر. عارفين الأجانب يحبوا يخلوا الناس تقول جمل، في جملة كده ممكن تقولها، في الملكوت أرضي من ذاتها تأتي بثمر. لا، فكرت في اللي أنت بتقوله، ما تقولوش تاني، بلاش أعمل جسد، فكر في الملكوت أرضك من ذاتها تأتي بثمر. هو اللي قال، مش هو ده يشبه ملكوت السماوات؟ زارع رمى بذر ينام ويقوم والبذر يأتي بثمر لأن الأرض من ذاتها. فاكرين الآية؟ أراها لكم تاني، مش معقول، لسه قريناها مرقس 4. دي أمثال الملكوت. وبالتالي ببساطة تواجد البذار حتى الصغيرة اللي أنت بتستصغرها بس في الحضور الإلهي من ذاتها أرضك ستأتي بثمر، من ذاتها، دي في حد ذاتها هو ده الملكوت. بره الملكوت بمجهودك بقى وبعرقك وافلح واعرق في قصة مختلفة، لأنه الوعد الإلهي لما بيتحط في أجواء الملكوت في طاقة بتحصل، في طاقة للوعد نفسه أنه يحصل، في طاقة للوعد نفسه أنه يتحرك في حياتك. كنا بنحكي عن عذراء مريم في المؤتمر، او ليكن ليك قوله، خلاص هي فتحت الطاقه ان الوعد يحصل، الكلمه تحصل وتستمر في حياتها.
عملت كده، حصل خلاص. ليه؟ لأنه الكلمة من ذاتها هتشتغل فيها، الكلمة من ذاتها هتشتغل فيها. خروج 24 عدد 13: قام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى إلى جبل الله، أما الشيوخ قال لهم اجلسوا لنا هنا حتى نرجع إليكم، هارون وحور معكم، من كان صاحب دعوة فليتقدم إليهما. فصعد موسى إلى الجبل، خلي بالك، فغطى السحاب الجبل وحل مجد الرب على جبل سيناء، وغطاه السحاب 6 أيام. في اليوم السابع، ده له علاقة بمشاركة اليوم السابع، دعي موسى من وسط السحاب. خلي بالك من العددين الجايين، كان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. مجد الرب كان منظره كإيه؟ كنار آكلة. دخل موسى في وسط السحاب اللي منظره كنار. كان منظر مجد الرب كنار آكلة، ودخل موسى في وسط السحاب اللي منظره كنار. موسى قعد مع الرب قد ايه؟ كلكم عارفين، 40 يوم 40 ليلة، ما بياكلش ما بيشربش، هل ده طبيعي؟ اوكي. موسى كان في نفسيته حاجات، في جسده حاجات. موسى لما نزل من هذا الحضور في نفسيته بقى فيها حاجات، وفي جسده بقى فيه حاجات، لدرجة انه بقى لم تذهب عنه نضارته، لم تكل عينيه، وصار جلد وجهه يلمع. موسى الماتيريال بتاعته، المادة بتاعته، في 40 يوم و40 ليلة، برغم ان ده مش طبيعي، مفيش جسد يقدر يحتمل. موسى كان في الجسد، مش كده؟ موسى دخل السحاب والنار وهو في الجسد، وخرج من السحاب والنار وهو في الجسد، بس مادة السحاب والنار حصل فيها حاجة وهي في السحاب والنار. صح؟ هو جلد وجهه يلمع ده ايه؟ هو لم تذهب عنه نضارته، يعني كان عنده 120 سنة ما كرمش، ده ايه؟ كان بيقتل وكان قوي وكان متربي مع المصريين بحكمة المصريين، بسحر وبنفسية وبمشاعر المصريين، خرج من هذا الموجود يقولك كان حليما جدا، حليما جدا. ايه اللي حصل؟ في حاجة حصلت في الفابريكا بتاعت هذا الجسد والنفس اللي دخلت في السحاب وفي النار. رسالة العبرانيين ورسالة كورنثوس تقول حاجة عن المجد او اللمعان، بتحمل المعنى، ما هيش واضحة قوي، ما هيش دقيقة قوي، او يعني عليها كلام، بس بتحمل المعنى انه موسى لما كان يقعد في وقت طويل يقولك لمجد وجهه الزائل، فاكرين؟ مجد في معنى انا بحبه اكتر من المعنى المشهور، ما اعرفش انت انهي واحد مشهور بالنسبه لك، بس انا بحب مجد وجهه الزائل، لان كان ده كان عهد قديم. بس البعض يقول لك ان المجد او لمعان وجه موسى كان بيقل بالوقت. انا مش رايي قوي كده، لان كان موسى بيخش جوه خيمه الاجتماع كتير، وكان بيركع قدام حضور الرب قدام تابوت العهد كتير، فانا مش ماشي قوي مع ان المجد كان بيقل على وجهه. المجد زائل لأن ده عهد قديم زائل. أمين؟ لكن ببساطة موسى كان بيخش قدام الحضور، دخل في السحابة وفي النار. فاكرين أول علاقة موسى مع النار كانت إمتى؟ برافو عليكم، في العليقة. في العليقة هو إيه؟ هو لقى شجرة تشتعل بالنار، فمال ينظر، وكل اختبار العليقة بكل عظمته أنه خلع عن عليه، لأن رب أهنا اخلع عن عليك، وتعامل مع نار قدامه، فكان رب يكلمه من العليقة المشتعلة بالنار. بس ده اختبار مستوى أعلى، ده مش واقف قدام حاجة فيها نار، ده دخل في السحابة وفي النار. معايا؟ دخل في السحابة وفي النار. وانت موجود في الحضور الالهي ده، او خليني اقول بس ادراكك انك انت الخيمه،
كل مرة بتعبد، كل مرة بترفع إيدك للرب، كل مرة بتعطش مريضة حبا، عطشانة حبا، كل مرة بتقول تحت ظل اشتهيت أن أجلس، كل مرة بتقول أنا عايز أستخبى في حضنك، عايز أستخبى في الحتة دي، في حاجة بتحصل جواك لأنك بتخش في السحابة والنار. أنا عايز أقولك الليفل الثالث بتاعها، لأن الليفل الثالث لو الليفل الأولاني قدام العليقة، الليفل الثاني دخل في السحابة والنار، والليفل الثالث إن الكنيسة اتملأت بالنار وفاض استقر على رأسها ألسنة نارية. إن دعوة الرب في الكنيسة لعهد الجديد إنها كنيسة نار لا فاتر ولا حار. أنا اشتري مني ذهب متصفي بإيه؟ متصفي بنار. التعامل مع النار في حياتك يجب أن يزداد إدراكه أنك أنت الخيمة، ولو أنت في وقت كنت بتقف قدام النار، وفي وقت محتاج تخش في السحابة والنار، وفي وقت محتاج تتملي بالنار كلك من جوه لبرة. ده إيه؟ ده بيعمل حاجة في النفسية. أنا بحكي كل الكلام ده علشان في قوة نفسانية شغالة عاملة إزعاج حواليك، والإزعاج ده بيعمل إزعاج في نفسيتك، فالنفس بتفرك. إدراكك الخيمة وإنك محتاج تسكن في هذا الحضور الإلهي، إن الصوت بيطلع من النار. أقرأ لك آية كمان، بس خليني أقرأ لك خروج 33 الأول. أنتوا كويسين؟ أوكي. أقرأ لك، بحب أول مشهد ده، عدد 7، أخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة. ده بعد ما نزل ودعاها خيمة الاجتماع، فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع إلى خارج المحلة. كان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. المشهد ده جميل. تخيل شعب، تختلف الآراء عدده كان إيه، بس مليون، نص مليون، بيقولوا 3 مليون، أيا كان ماشي. هذا الشعب كله يقول لك، كل شعب ده بيخرج يقف على باب الخيمة، كله كم خيام، وكل الشعب يوم واقفين، العيلة، الرجل ومراته وعياله، بيتفرجوا على موسى وهو نازل من خيمته رايح للخيمة الموجودة في وسط هذا الشعب اسمها خيمة الاجتماع. وفي نفس الوقت يقول لك في السحاب والنار يقوم جاي عشان يملى هذه الخيمة. بتخيل جوايا الابن لو سأل ابوه، بابا ايه ده؟ الحبيبي معلش موسى راح يقابل ربنا. والمشهد اللي تربى به هذا الجيل هو مشهد الاقتراب للحضور الإلهي، عشان كده في جيل دخل، الجيل اللي اتولد في البرية دخل لأنه كان بيدرك حاجة ما عندوش تاريخ مصر، ما عندوش تاريخ مصر، متدحرج عنه عار مصر، مش متربي في مصر، مش مولود في مصر، لكن اختبارات البرية بتاعته أنه كان بيخرج على باب الخيمة ويتفرج على موسى هو داخل هذه الخيمة ورب جاي يتقابل معاه في وسط السحاب. اختباراته مختلفة تماما، ما عندوش خبرات بتجر الورق. الرب دحرج عنه عار مصر، الرب افتدانا في الصليب قطع، فتقدر تتحرك لمواريث بدون تأثيرات مصر القديمة. فكان جميع الشعب، عدد 8، إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل، فهولا بيتقابلوا، يعني موسى يخش والعمود ينزل، مشهد جميل. كان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل واقف عند باب الخيمة، وتكلم الرب مع موسى فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته، ويكلم الرب موسى وجها لوجه. على فكرة باب الخيمة يعني مش باب البراني، لا، ده باب بتاع القدس، قدس الأقداس. ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع ابن نون الغلام لا يبرح من فين؟ ده اللي خلى يشوع لا يبرح من داخل الخيمة، ده اللي خلى يشوع مش هارون هو اللي ياخد الشعلة من موسى، لأن يشوع كان بيحب الحضور بطريقة برا المسموح لي بيها، كان بيحب يسرق الحضور. كل الشيوخ نزلوا من الجبل، هو فضل قاعد فوق الجبل برغم ان ممنوع حد يلمس الجبل، اللي هيلمس الجبل هيموت. يشوع ما ماتش. دي قصه في حد ذاتها بس مش موضوعنا دلوقتي. القضاءات لا تحدث في المراحم. في حد نفسه يسقف وانا معاك.
دي حقيقة. الرب مش الرب قال اللي ده يقول لك لو بهيمة بالغلط معدية اتكعبلت وقعت على الجبل تموت. فاهمين؟ رب قال كده، قال لو حد لمس الجبل يموت، ابعدوا عن الجبل. ليه؟ لأن أنا نازل بالنار فوق الجبل. طلع موسى فوق الجبل، وأتاري يشوع موجود فوق الجبل. طب في قضاء كده عليه؟ لا، ما فيش قضاء، لأن القضاء ما بيتحركش في المراحم. كل ما تسمع، كل ما تحلم، كل ما تسمع، كل ما حد يقول مؤمن أو غير مؤمن، جورنال، تلفزيون، نت أو كنيسة، تقولك إن في حاجة وحشة هتحصل جواك جواك، وقف قدام رحم الرب وقول نو. من فضلك تنبأوا إن 2013 فيها مجاعة. جالكوا خبر 2013 عدت بالمناسبة. كان في نبوة ان 2013 مجاعة، ماشي، وكان في نبوة ان في اخر 2013 حرب، قالها انبياء كتير. كان في نبوة بالمناسبة سبتمبر 2014 النيل حيجف، بعضكم سمعها، بس احنا شعب يميل للنسيان. اتقال كده سبتمبر النيل حيجف، بالمناسبة بالمناسبة احنا في اكتوبر. إن شاء الله تكونوا بخير. الأسبوع اللي فات قلت آية، الآية دي مهمة جدا للأربع سنين اللي جاية. انظروا كيف، كيف مش ماذا، كيف تسمعون. انظروا كيف، بتسمعوا إزاي، بتسمعوا إزاي، لأن أخبار خوف هتطلع كتير. بتسمع الخوف إزاي؟ ما فيش، في بعض أحيان مش هتهرب، مش هتعرف تهرب في الزمن الجاي منك تسمع أخبار تخوفك، لكن بتسمعها إزاي هو ده المهم. لو سمعتها ودخلتها جواك انت في 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 خطر مبين. لكن لو سمعتها ورديت، سمعتها وقفت قدام المراحم قلت نو، سمعتها ومشكيت يمكن مشيئه ربنا. حبيبي حبيبي حبيبي، اهو مشيئه ربنا اللي حلمس الجبل يموت، مشيئه ربنا ان سدوم وعموره تتحرق، بس لو في عشرة. لان في بعض احيان الناس بتقول لك اصل دي مشيئه ربنا ما يعني. فالناس بعد كده بعد تسمع الكلام ده تنصلي نقول ايه، نعمل ايه، ايه اللي دخل في الحته دي؟ ان الجبل رب قال اللي هيلمس الجبل يموت. ويشوع قعد الأربعين يوم، كان بياكل ويشرب من الميه اللي في الجبل، لكن قعد الأربعين يوم. ده التقليد اليهودي يقول الكتاب، سوري، الكتاب المقدس بيقول لك انه قعد الأربعين يوم فوق الجبل لامس الجبل اللي المفروض بمشيئة الرب اللي يلمسه يموت. لكن في مراحم، انت عشان الحضور الإلهي، عشان النهضة ولا لا، عشان الحضور الإلهي القوانين كلها تتغير. في نبوة ان قبل نهاية السنة دي يحصل حرب. مش هيحصل حرب بالمناسبة، مش هيحصل حرب، مش هيحصل حرب. مش عارف ليه الناس متخصصة. ببساطة في إدراك محدد جميل جدا إن وقفتك في الحضور الإلهي، دخولك قدام الحضور الإلهي، وجودك قدام الحضور الإلهي، في حاجة بتتغير. المراحم بتوقف القضاءات، دي حقيقة كتابية. مش بقولك إنك بتوقفها علشان أنت بتوقفها عشان دي مراحم الرب، بتستدعي مراحم الرب. الرب هو نازل بالمشيئة عشان يحرق سدوم وعمورة، أم وقف إبراهيم قدامه. لو هو هيعملها هيعملها ليه قال إبراهيم؟ سلام. لو هو هيعملها هيعملها ليه قال ابراهيم؟ هو قال ابراهيم عشان يلاقي حد يقف قدامه ويقول له يا رب لو لقينا، لو لقينا، لو لقينا، لو لقينا 10، يقول له لو لقيت 10 مش هعمل مشيئه، لان قلب الرب قلب ابوي في النهايه. في النهايه هو اب، في النهايه هو صالح، في النهايه هو محب، وفي النهايه هو عادل. تقولي هو عادل عشان كده هيعمل قضاءات، اقولك لا، هو عادل عشان كده الابن دفع كل الثمن لكل حد متغطي تحت الابن، ان العدل لا يصيب الابن اي حاجه. ح...
حد فاهم حاجة؟ في ناس لما تقول له بس أب ربنا حنين، يقول لك بس هو عادل، كأن عادل دي يعني هو بيصغر بوجه، هو هو عادل، هو بيصغر، بس بيصغر أرواح الشر اللي جاية تأخذ حاجة أو تصيبك بحاجة، مش العدل إنها تصيبك، إن يسوع شالها من عليك، عشان كده هو عادل، عدله اتحقق في الابن، عدله اتحقق في الابن. تقول لي أنا مش حاسة حاجة وحشة في العالم في الدنيا كلها، لا أنا بتكلم عن الملكوت، أنا مشغول بالملكوت، واللي أنا بتكلم عليه ده الملكوت. تقول لي يعني أي حاجة تانية بره الملكوت يحصل؟ قلت لي يحصل اللي يحصل، بس جوه أنا بتكلم على جوه الملكوت، ومن أجل خاطر الملكوت، تحت مظلة الملكوت القوانين مختلفة تماما. حد فاهم حاجة؟ من أجل خاطر الملكوت في بلدنا، ومن أجل خاطر الملكوت في الشرق الأوسط، مش هتحصل نهض، مش هيحصل حرب في نهاية هذه السنة. من أجل خاطر الملكوت، مش علشان إحنا حلوين. حد فاهم حاجة؟ من أجل مراحم الرب، ونقف قدام الرب من أجل خاطر الملكوت والنهضة، ما تحصلش حاجات محددة. من أجل خاطر الملكوت بيستجيب، مش عشان إحنا حلوين. محتاج تفهم ديناميكية الرب، رب يفكر إزاي، ملكوته أساس، لأن الملك في محضره في ملكوت محيط به، وقوانين الملكوت تحرك على 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 الأجواء الملكوت ده، ومن خلال الملكوت ده الملكوت ده لازم يحكم. فالملكوت ده بيؤثر في بلاد، ممكن يؤثر في حروب أو عدم حروب، في كوارث أو عدم كوارث. فاكرين الزلازل اللي هتحصل بعد أسبوع؟ سمعتوا عنها؟ من زلزال حصل بعد أسبوع، زلزال كارثي حصل بعد أسبوع. على فكرة الأسبوع ده عدى بقاله 3 شهور. طلعت إشاعة، يمكن أنتم مش سمعتوهاش، في اسكندرية، إن في زلزال حصل في اسكندرية الشهر اللي فات. أنا جاي الخبر، صلينا من أجل اسكندرية، فاكرين؟ صباح الخير. طبعا ما حصلش زلزال في اسكندرية. ليه؟ مش عشان احنا حلوين، عشان في مقاصد من الرب، عشان الرب يقول لك يا اما ملكوته يحكم، يا اما اي حاجه تانية تحكم. تحبوا مين يحكم؟ فاكرين اللي يقعد على الكرسي هيحكم؟ لو انتوا سبتوا الكرسي فاضي، في حاجه، حد تاني بيقعد عليه. قال ابليس، قال كده في اشعياء 10، قال انا نهبت ذخائر الامم، نهبت، حططتهم كبطل، ومحدش فتح بقه، ولم يكن مرفرف جناح، ولم يكن فاتح فم، يعني محدش قال بم. أصغر نو بتقوليها لما تصحي حلم حلم وحش بتوقف نتائج هذا الحلم. البعض كتير بيصدق أصلا حلمت طز. أنا آسف، اوعى تعملوا كده في وعظة. أنا بتكلم بجد، هو إيه يعني حلمت؟ أول ما تصحى بهذا الحلم، لا ما تفوتش، لما صلي بالليل، لا اول ما تصحى نو ما يحصلش. احنا مش عارفين ان حد مات. نو فيكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. اذا رجع موسى المحل كان خادمه يشوع ابن نون لا يبرح من داخل الخيمه. هذا اللي خلانا نخش في يسوع. تثنية 5، أرى لك الآية اللي عايز أتكلم عليها وهنختم حالا. تثنية 5، تثنية 4، أنا آسف، عدد 36، يمكن أراها الأسبوع اللي فات. يمكن من السماء أسمعك صوته لينذرك، وعلى الأرض أراك ناره العظيمة، سمعت كلامه من وسط النار. أوكي، إذن النار اللي دخلها موسى طلع فيها صوت. فرب قام اتكلم لموسى 40 يوم و40 ليله وموسى جوه النار، بس الفابريكه بتاعت جسمه بتتغير، لان الامكانيات اللي بتحصل في حياتك وانت في الحضور الالهي تحت المظله امكانيات مش طبيعيه، فبيديك طاقه مختلفه، بيحفظ نفسيتك من التراب والكعبشه والقوه النفسانيه المحيطه بيك، بيحفظك تماما جوه الحضور. دي قوه الملكوت. بره الملكوت حاجات تانية، مش انا مشغول بيها، انا مشغول ببنو الملكوت انت. ففي أجواء الملكوت نفسيتك مختلفة، وفي صوت خارج، بس الصوت الخارج مربوط بالحضور، مربوط بالنار. موسى دخل في السحابة وفي النار، وهنا بيقول لك الصوت كلامه من وسط النار. إذن الصوت والنار مربوطين ببعض. لو أنت خدت الصوت بعيد عن النار، ما تطلبش أن الصوت يعمل معجزة.
القائل والقول مربوطين ببعض. سكناك في الحضور الإلهي بيضمن أن البذرة اللي ترمت الصوت يطلع 30 و60 و100 قمح وسنبل ومن الأرض، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر. بس فين؟ في الملكوت، في النار، في الصوت. الصوت هو البذرة، بس في الحضور تحت مظلة الملكوت الأرض بتطلع ثمرها. ده الطبيعي ببساطة. نمط الحياة اللي هو أنا خيمة الرب، أنا الخيمة اللي في حضور إلهي، وبالتالي بعطش. وانت في المواصله انت خيمه الحضور الالهي، مش في الاجتماع بس. وانت في البيت، وانت في المطبخ، وانت في الشارع، وانت بتعمل اللي انت بتعمله، وانت مع اصدقائك بتشربوا قهوه في الشارع، انت خيمه حضور الرب. ولو انت بتعيش كخيمه حضور الرب، في ضمان، في اجواء تضمن ان كل الصوت خارج من النار ياتي بنتيجه، لانك حاطط الصوت جنب النار والنار جنب الصوت. الحضور والصوت مربوطين ببعض. انتوا معايا؟ ده نمط حياة، ده نمط حياة الملكوت كده. ليه؟ لأنه مش مقاصد الرب. أنا هختصر حاجات كتير كنت عايز أقولها. مش مقاصد الرب أنه يحصل فصل ما بين الصوت والنار. مش مقاصد الرب أنك تاخد الوعد وتطلع تجري بيه زي ما الابن الأصغر. ما بحبش أسميه الضال، الابن الأصغر، لأن احنا كلنا ضالين بالطريقة دي. الابن الأصغر اللي أخد الوعد وأخد الميراث وخرج وعاش حياته، بس هو مش عايز حضور. ما هو البيت يعني حضور، والحياة يعني الحياة. أخذ الميراث وأبوه استجاب. الابن الأصغر ده اختبر استجابة بعضكم عايزها، وهو ضال. قال له اديني الميراث، اداله الميراث. عايز أكتر من كده؟ اداله الميراث، أخذ الميراث وعاش. بس بره الحضور الميراث بيروح. إن شاء الله تكونوا كويسين. وفي ناس قاعده في الحضور ومش مدركه ان في حفله معروضه ليها، ده الاخ الاكبر. بس القصه كلها انه الصوت والنار مربوطين ببعض. الحضور الالهي المستمر، صاحي من النوم، بتغسل سنانك، مروح البيت، بتلبس هدومك، ايا كان، انت الخيمه. ده العهد الجديد، المراد عهد قديم، العهد الجديد أنت الخيمة، أنتم الهيكل، روح الله ساكن فيكم. لما النار النهاردة بتنزل ما بتنزلش على الحيطان بتاعت قاعة أو كنيسة، بتنزل على أولاد الرب، على الهيكل، على الخيمة. لما استقرت النار في أعمال 2 استقرت على كل خيمة. لما تجدد ذهنك بالطريقة دي وتستخبى عطشان، اشتهيت أن أجلس تحت ظله، ثمرته حلوة. هختم بحاجة. كان في العهد القديم في مشكلة ما كانتش واضحة، مش واضحة في كتاب مقدس، بس لو انت بتدرس تكتشف انه مش كل الأسباط كانت بتحب بعض. مش كل الأسباط كانت بتحب بعض. وفي سبطين بصورة خاصة كانوا متخانقين مع بعض. والسبطين دول بسبب خناقتهم مع بعض كان في حاجة مفتقدة في شعب الرب. أنا بختم بده لأنهم بصورة نبوية مرتبطين بحالة روحية أنا عايز أقولها ونصلي. كان في سبطين مهمين جدا، والسبطين دول كانوا متخانقين مع بعض. سبط منهم كان بيقول أنا الأول، وكان في وعود على حياته نبقى الأول، لكن لسبب حاجات كثيرة ما بقاش هو الأول، والسبط التاني بقى الأول. ده التاريخ اليهودي، وده التاريخ الكتابي برضه. هقول لك اسمائهم. اول سبط اسمه يهوذا. يهوذا يعني عباده، يعني حمد، يعني حاجه بتخرج الاول، حاجه بتخترق. السبط الثاني اسمه افرايم. ولفترات طويله عاش السبطين دول نقر ونقير، وفي خصام او انفصال ما بينهم. اقرا لك ايات اشعيا في معنى نبوي في دي وهنصلي. أشعيا 5، أشعيا 9، أشعيا 9 عدد 21، أشعيا 9:21. ولو معاك إنجيل بص عليه، لو مش معاك إنجيل بص على الشاشة. منسى إفرايم، وإفرايم منسى. أذكرك، منسى وإفرايم دول إخوات، فاكرين؟ ولاد يوسف جاب منسى، بعد كده جاب إفرايم في مصر.
منسى إفرايم. فهنا حاطتهم مع بعض لأن منسى كان السبط الأصغر لإفرايم وكان دائما بيتحركوا مع بعض. إفرايم برغم أنه الأصغر اتحط عليه الإيد الأول فهو كان البكر برغم أنه مش الأكبر. منسى إفرايم وإفرايم منسى وهم معا إيه؟ على يهوذا. دي أحد الآيات اللي بتوريك حاجة خلفية تاريخية مش مكتوبة ليها قصص كتير في كتاب مقدس، أنه كان في تحزب، كان في فجوة، كان في مسافة ما بين إفرايم بصورة خاصة، منسى كان بس جاي في السكة يعني. إفرايم ويهوذا وكانوا بيضايقوا بعض. أقرأ لك آية كمان في أشعياء 10 وهو بيتنبأ بسبب سكيب الروح القدس. أشعياء سوري أنا أشعياء 11 أشعياء 11 فاكرين أوله إيه؟ يخلق قضيب يحل عليه روح الرب، روح الحكمة الفهم المشورة القوة روح المعرفة بخافة الرب لذته في مخافة الرب. فأشعياء 11 أول إصحاح إصحاح بيتكلم عن سكيب الروح القدس وعن إمكانيات الحضور الإلهي اللي بتصنع معجزات، فالأسب والبقر وحاجة في الحضور الإلهي في جبل قدس الرب. فبيقول نتائج ده عدد 13 يزول حسد إفرايم وينقرض المضايقين من يهوذا. إفرايم لا يحسد يهوذا ويهوذا لا يضايق إفرايم، ينقضان معا على كتاف الفلسطينيين. أوكي بتدينا خلفية إن يهوذا وإفرايم كانوا إيه؟ ده واحد بيحسد تاني وتاني بيضايق التاني. يهوذا كان بيضايق إفرايم وإفرايم كان بيحسد يهوذا. ليه إفرايم كان بيحسد يهوذا؟ لأنه يهوذا كان بيطلع الأول، يهوذا أخذ مكان المقدمة برغم أن إفرايم كان له مكان المقدمة. ليه يهوذا كان بيضايق إفرايم؟ لأن إفرايم يستاهل. مش هحكي قصص عشان الوقت. أوكي المعنى النبوي يهوذا يعني عبادة، إفرايم يعني ثمر مضاعف. ومش مقاصد الرب أن يحصل فجوة ما بين عبادتك والثمر بتاع عبادتك في حياتك. مش قصد الرب أن يحصل فجوة في وسط الشعب ما بين يهوذا بتاعهم وإفرايم بتاعهم. ده خبر كويس. مش قصد رب انك تعبد وقلبك يعبد. انا النهارده كده بحكي مفتاحين. اول مفتاح انك ادراكك كخيمه وادراكك ان الصوت بيتحرك في النار وقعادك في النار بيضمن ان الصوت يحصل في حياتك. ده اول مفتاح. بس ثاني مفتاح هنصليه مع بعض ان الخناقه اللي في وسطينا ما بين العباده والنتيجه تتصالح. في حد هنا بيعبد ومستني نتيجة؟ في مسافة في حياته ما بين يهوذا وإفرايم؟ إفرايم يعني ثمر مضاعف، يهوذا يعني عبادة. لو الاثنين مفصولين من بعض في حاجة غلط في وسط شعب الرب. أشعياء 11 بيقولك لما بينسكب الروح القدس يزول حسد إفرايم وينقرض المضايقون من يهوذا. أقرأ لك آية وأختم في زكريا. عشان كده حصل نبوات زي نبوة زكريا اللي هقراها لك دلوقتي. زكريا 9 كلكم عارفينها. أنا بختم. زكريا 9 عدد 13 أوترت يهوذا لنفسي، يعني يهوذا هو الوتر بتاع القوس، وملأت القوس إيه؟ لقيتوها؟ زكريا 9 13 أوترت يهوذا لنفسي وملأت القوس إفرايم. هديك واجب لذيذ، دور على كل الآيات اللي فيها يهوذا وإفرايم هتجد معنى جميل جدا. دي وعظة ممكن تتوعظها في أي حتة. إنه لما هتلاقي آيات كتيرة بيحكي لك عن يهوذا وإفرايم ورب يقوم مختار بنبوة بصورة خاصة إنه يقول لك أنا بيتنبأ إنه يهوذا وإفرايم يبقوا مع بعض واشتغلوا مع بعض زي القوس والسهم. فيقول لك القوس والوتر بتاعه هو يهوذا والسهم اللي خارج هو إفرايم. أوترت يهوذا لنفسي وملأت القوس إفرايم. فإيه؟
فأنهضت أبنائك يا صهيون كنيسة الرب وجعلت كسيف جبار يرى الرب فوقهم سهمه وإفرايم يخرج كالبرق والسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في زوابع الجنوب رب الجنود يحامي عنهم يأكلون ويدسون حجارة المقلاع يشربون ويدجون كما من خمر يمتلئون كذوايا المذبح يخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه كحجارة تاج مرفوع على أرضه ما أجوده وما أجمله الحنطة تنمي الفتيان والمستار العذار دي نبوة زكريا 9 المربوطة بالنيف يهوذا وإفرايم تعبد استجابة تعبد سمر تعبد سمر تعبد سمر مفيش مسافة مفيش خناقة دي محتاجة تصليها معايا النهاردة أمين ما يحصلش مسافة ما بين عبادة ونتيجة عبادة ونتيجة متخلقين مع بعض لا بيرجعوا الاثنين يبقوا مع بعض عند قوس وسهم مع بعض تعبد وسهم تعبد وسهم تعبد وسهم صلوات مهم لأنه ما ينفعش تسمع حاجة وحشة وتسيبها طوالي ترمي سهم ما ينفعش تسمع خبر وحش وتسيبه طوالي ترمي سهم والسهم ده بيأتي بثمر ويأتي بنتيجة لا يحدث ليه الأرض من ذاتها تأتي بثمر لأن الصوت بتاع الرب اللي خارج مربوط بالنار وانت بتحط الاثنين جنب بعض الحضور الإلهي الخيمة انت الخيمة وكل الصوت محطوط جوه الحضور مضمون لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر أمين غمض عينك وصلي